السعادة في ثلاث: المركب الهنيء والزوجة الصالحة والبيت الفسيح. وعلى عكسها يقول لك إيش؟ الشقاء في ثلاث: مرة تطلع عينك توريك النجوم في عز الظهر. عد الجنة ما نعرفهاش يعني، الله أعلم، تدخل ما تدخلش الله أعلم. فهمتني؟ ما عندنا فيها ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار، ما نعرفش هذه، لكن نعرف طلع لك النجوم في عز الظهر. أنا أخاف إنها تخليك مجنون، إنك أنت حد شاهد شو. فهذه جلست تتكلم ابن أبي زرع، بنت أبي زرع، مع إنه هو أخذها ضرة. تعرفون يقول لك في القصة إن رجلا تزوج بامرأة ما كانت تنجب، المرأة ما تنجب، فقالت له، تعرف بعض النساء أحيانا عندها حماس: يا زوجي العزيز تزوج بامرأة أخرى. قال لها: أنا خاف أجيب لك واحدة تسوي لك مشاكل. قالت: لا يمكن أبدا، ما رأيت منك إلا خيرا. قال لها: طيب خلاص. وراح جاب له قدر فخار كبير وألبسه إيش؟ لباسا، ووضعه في الغرفة. قال له: ترى بشركي، جبت الزوجة ودخلتها جوا الغرفة، وأنا بروح أشتري بعض الأشياء لزوم البناء والعرس وكذا. قالت له: طيب خلاص، وتتركني معها وحدها؟ شفت الآن اشتغل بقى كد الحريم، ها، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. راحت السكرة وجات الفكرة، فهمتني؟ قال لها: أبدا لا تخافين، ترى والله الموضوع بسيط، أنا بس قريب أجيب حاجة وأجي. فذهب ورجع فوجد المرأة زوجته الأولى، طبعا الزوجة الثانية فخارة، الزوجة الثانية طين، حتتكلم تقول المرأة ثائرة: إيش بك؟ قالت: إن زوجتك هذه ضربتني وسبتني وشتمتني، أعوذ بالله، أفعلت كل هذا؟ قالت: إي والله لقد فعلت. لا إله إلا الله، هذا نفخ فيه الروح الطين، ده بقى بني آدم ولا إيش؟ وكان في يده عصا، فأمسك العصا وقال: الآن لأقصرن رأس هذا، ويديها التي اعتدت عليك، ولسانها الذي آذاك. ودخل وهذا الزير جالس عليه، زوق البوصة تبقى إيه؟ تبقى عروسة. ونزل عليها تهشيما، وهنا أسقط في يد المرأة وقالت: الضرة مرة ولو كانت جرة، الضرة مرة ولو كانت جرة.